الهلال السوداني يفوز على الأهلي 1-0 في أولى مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات، وهزيمة غير متوقعة. كابتن شريف، نهار لك النهاردة صناعة هزيمة، ولكن دائما وأبدا بنتفق كلنا إن إحنا بيبقى لنا يد كبيرة جدا في التأخر في المباريات أو في التأخر في هذه المباراة. لينا حاجات كتيرة أوي في الشوط الأولاني كانت ممكن تخلي النتيجة عكس الطريق الشكل ده خالص. هي فرقة الهلال اعتمدت على الضغط عليك إذا كان أول شوط وتاني شوط، وإنت قلنا مش عايزين ميس باص، مش عايزين نخلي الكرة في رجلينا كتير، اديتهم فرصة دايما إن هم متواجدين عندك في منطقة الجزاء في النصف التاني من الملعب عندك أنت. أنت بتلعب النهاردة وكأن الوقت عايزه يخلص والنتيجة تبقى تعادل، يعني بهذا المفهوم. الهدف اللي دخل فينا كمان معرفش الشناوي الشمس كانت في عينه أو ما حصلش تقدير جاي للكرة وهي جاية. شكل يعني زود على كده كمان ان عندك بعض التغييرات حصلت برضو بتحصل متأخرة، وبرضو معرفش حسين الشحات بيطلع من الملعب وبينزل كندوس وينزل قفشة بعد كده، مع ان في تغييرات واضحة كانت في الملعب تقدر تعملها، تخلي حسين الشحات ناحية اليمين ويطلع طاهر وينزل محمد شريف مكان بيرستاو، ودي تغييرات طبيعية، وقفشة ينزل مكان حمدي فتحي عادي جدا ده كان يحصل. وانا لما اتاخر بهدف ما خلاص العب بثلاثه ورا، انا مش لازم العب باربع لاعبين ورا، انا ازود نص ملعبي لعيب زياده والعب بثلاث فراوده ويبقى في دعم ان انا عايز ارجع للمباراه تاني واخش جوه التعادل اللي احنا اتاخر الهدف اللي احنا اتاخرنا بيه. مش يعني مش حكايه قوي انك انت تتاخر في أول مباراة في دوري المجموعات، ولكن ودايما كل سنة احنا كنا انت لو تفتكر يا أيمن كل سنة بيحصل لنا نفس الدروب نفس الشكل، وبنيجي على آخر مباراة بنبقى محتاجين نطلع والحمد لله بنتوافق وبنطلع وبعد كده بنوصل للنهائي يعني. إنما دروس مستفادة كتيرة جدا النهاردة، الملعب حذرتك أنا من الملعب النهاردة، الهواء اللي فيه أرضية الملعب أنت مش قادر تحط استراتيجيتك او تحط السيستم اللي انت بتلعب بيه التحضير والبناء الهجومي وازاي تطلع من نص ملعب. زياده على كده انك انت بتلعب من اول الملعب ما عندكش بلاي ميكر، ما عندكش لعيبه محدده في مراكز محدده من الاول، وعامل قعدنا نتكلم على شكل طاهر محمد طاهر هيبقى موجود فين، وعبد القادر وحسين الشحات وبيرستاو اللي كان الشكل اللي كنا بنامل فيه انه يكون موجود هجوميا النهارده ما حسيناش بيه خالص غير في كره واحده او كرتين اول شوط، وتاني شوط حارس مرمى لم يختبر حيالا كره الكندوسي اللي في الاخر اللي هو رقص فيها وكان ممكن يشوطها ولو عدت اعتقد كانت هتبقى خطيره وممكن يبقى هدف يعني، هي دي الكره الوحيده. انما التعامل والفكر والطبيعي بتاعك انت بتاع النادي الاهلي ما كانش موجود خالص النهارده، اللعيبه زي ما تحس ان هم واقفه مش قادره، في حاجه في الجو في السودان مش مخليهم بيتحركوا بيجروا عادي الطبيعي بتاعه، بيستلم بسرعه وتركيز ويعمل الوانتو ويفكر في التصويب ويفكر في حاجات كتير قوي، فانت اوت بيسموها بره الجيم وبره الخطوط كمان، يعني تلاقي فيرود راح يمسك الكره يا ايمن عايز يحذف اوت، انا مش فاهم، انا فيرود بنزل في العمق الهجومي ليه؟ افتح للناس يعني محمد اشرف ده لما نزل وراح حاول يعمل الكرات العرضيه بيبص الناحيه الثانيه ما فيش حد يتلعب، اللعيب حتى مش واقف مكانه، انت فهمتني؟ عصبيه زايده قوي في الماتش مالهاش اي لازمه، من بدايه الشوط الاول مخرجاك بره الجيم خالص، بتفكروا في حاجات ثانيه، والشكل اللي احنا شفناه ده وصلت ان واحد من بره الملعب بيصطدم بلعيب عندك وبيحصل تعامل بينهم وبين بعض، مرفوض طبعا خدت بالك اذا كان مرفوض من عندهم هناك طبعا من السودان، احنا مش عارفين ايه القصه دي هنعرفها يعني، انما انت ليه بتخرج نفسك بره التركيز في الملعب؟ ليه ما بتشوفش الظروف اللي انت بتلعب بيها وتأدي؟ فلو هنتكلم او لينا ما علينا ولي يعني كتير كتير علينا في المباراه دي النهارده ان احنا نسهل الدنيا على نفسنا
عندنا امكانيات كبيره قوي ان احنا نوصل للجون بسهوله يعني. وبعدين فرقه الهلال بتلعبك بلعيب اللي اسمه ليليو مكابي ده من 34 اذا كان بيلعب ناحيه الشمال او بيلعب ناحيه اليمين عنده سرعات وعنده ضغط عليك سهل قوي انك انت تقرا الجيم يعني. ما عندهمش غير الكره طويله ليه، لو جات لهم فرصه ان ما فيش تمركز انت مش ماسك الكره في نص الملعب بيمسكوها ويعملوا الاداء، عرفوا ياخدوك ويخرجوك بره الجيم خالص بانهم اي تاتش معاهم يروحوا واقعين وعاملين تضييع للوقت عشان يجمدوا المباراه اللي احنا كنا بنتمناه نعمله احنا في المباراه اللي احنا متقدمين فيها. ف اليوم كله كده على بعضه اداء ونتيجه. وعلاء حذرك قال لك انا الشكل بتاع الشوط الاولاني ده ما يقلقني، وفعلا اتخطفت في جون وضرب الجزاء ربنا انقذ الهدف والشناوي صدها. احنا قلنا بعد الهدف بعد ضربه الجزاء احنا هيكون لينا وضع تاني، الروح هتبقى حاجه تانيه، خدت بالك؟ تقدر تتعادل بقى وتقدر تهزهم في الحاجه اللي هم ضيعوها. مش يومك يعني النهارده كرؤيه وكشكل للفريق اللي جاي افضل باذن الله. اعتقد يعني ان يوم من الايام اللي احنا بنروح نلعب فيها في افريقيا ونرجع مش مبسوطين، يعني مش مبسوطين من عوامل بقى خارجيه عن اللعيبه او داخل الملعب او شيء زي كده، انما ما الدنيا ما خلصتش يعني. ما احنا بنلعب كره قدم يعني كلها مكسب وخساره. احنا مش متعودين على التعادل ولا على الخساره، ولكن النهارده مكتوب لك انك انت ما يكونش ليك حظ اوفر في المباراه، ونرجع لكره واحده يمكن هي اللي كانت ممكن تخليك ليك الاسبقيه بتاعت اول شوط. انا طبعا مش عارف ايه الوضع، هنشوف مستر كولر هيتكلم مع ايه، وانا يعني عايزين اللعيبه تنسى الحكايه دي وتاخد السلبيات اللي كانت موجوده دي يعني لنفسها، وتعرف بعد تتفرج على نفسها بعد بتاع كده هتشوف ان في حاجات كانت زايده، نرفزه وعدم تركيز والملعب مش بيساعدهم، الضغط، الهواء بتاع يعني. نخلينا نشوف ان شاء الله المباراه الجايه بتاع الدوري يبقى احسن، ونشوف حاله اقوى باذن الله مع سان داونز باذن الله، العوض باذن الله في وقت، وفي احنا في البدايات لسه يعني.